السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله عندنا فيديو جديد في المرجع في الرياضيات لمستوى الثالث ابتدائي. عندنا الدرس كما تنشوفوا الدرس 28، عنوان الدرس قياس الساعات اللتر ديسيلتر سنتيلتر المليلتر، صفحة 105. إذن عندنا لنبحث ونطبق. قالوا لنا أفرغ تاجر الأواني الأربعة في برميل يسع لعشرين لتر، هل امتلأ البرميل بالكامل؟ هذا السؤال الأول. ألف، نستعين بجدول الوحدات ونحول سعات الأواني الأربعة إلى اللتر، هذا هو الجدول. ب، نحسب مجموع سعات الأواني الأربعة. جيم، نرتب السعات من الأصغر إلى الأكبر. وأخيرا دال، نستنتج. اذا هنا قالوا لنا واحد التاجر افرغ، هو خوى هاد الاواني الاربعه، عطاونا اربعه د الاواني في واحد البرميل اللي داك البرميل يسع لعشرين لتر. اذا نشوفوا هادو واش غيعمروا لنا داك البرميل اللي داك البرميل تيهز عشرين لتر. هنا اربعه ديال الاواني، هنايا كل آنية شحال تتهز من لتر ولا من مليلتر ولا من ديسيلتر ولا سنتيلتر ولا. قالوا لنا هل امتلأ البرميل بالكامل؟ إذا نستعين بجدول الوحدات ونحول سعات الأواني الأربعة إلى اللتر. غادي نحولوا هاد الأواني هادو الأربعة إلى اللتر، غادي نستعنوا بجدول، دائما يكون عندنا جدول الساعات يكون عندنا محضرينه. عندنا الأجزاء ديالو وهي المليلتر السنتيلتر والديسيلتر، والوحدة هي اللتر. إذا من هنا تمشيو الصغر وغادي للكبار، من هنا للكبار وغادي تنصغرو، ولكن الوحدة اللي تتستعمل فهاد ملي نقولو القياس ديال الساعات نعرفو تنستعملو اللتر، هي الوحدة، الوحدة هي اللتر. إذا عندنا هادي محولينها، هما هاد الآنية هادي محولينها فيها 9 لتر، حنا ما نحتاج نحولوها لتر. عندنا هادي فيها 5000 ملي لتر، 5000 ملي لتر. اذا ناخذ الوحدات دائما، الوحدات هي اللي غنديروها في الوحده ديالها. 0 ملي لتر، 0 ملي لتر، 0 0. اذا 5، عندنا 5000. اذا 5000 ملي لتر شحال فيها من لتر؟ فيها 5، انت تحسب غير هاد البلاصات 5000. غادي نشوفوا لهاد الانيه فيها 20 ديسيلتر، وحدات صفر في الديسيلتر واثنان في اللتر، شحال فيها من لتر؟ فيها 2. هاد الانيه الاخرى فيها 100 سنتيلتر، نشوفوا السنتيلتر، صفر صفر واحد، 100 سنتيلتر شحال فيها من لتر؟ فيها واحد لتر. اذا هنا حولناهم كلهم لتر. اما الانيه الرابعه وهي محوله لتر، هاي هنا دابا اش غادي نديرو؟ غادي نحولوهم لتر وغادي نديرهم هنا. اذا غنقولوا غنبداو من هنا 100 سنتيلتر تساوي شحال فيها 100 سنتيلتر شحال فيها من لتر؟ فيها واحد، تساوي واحد لتر. هنا هي غادي نديرو واحد لسباس، واحد الحاجز. 20 ديسيلتر، 20 ديسيلتر شحال فيه من لتر؟ ها هو 20 ديسيلتر فيه جوج لتر، فيه 2 لتر. عريضة. عندنا 500 مليلتر، 5000 عفوا، 5000 مليلتر شحال تساوي من لتر؟ هاي 5000 مليلتر فيها 5 لتر، تساوي 5 لتر. و
قلنا 9 لتر، هذيك 9 لتر راه هي باينه بانها لتر. غادي نديروها هنايا 9 لتر، هذه محوله ما محتاجيش نحولو. باء، نحسب مجموع ساعات الاواني الاربع، غادي نحولو نحسبوهم الساعات ديال هاد الاواني الاربع. اذا ناخذوهم، عندنا واحد لتر، حنا بدينا من هنايا، واحد لتر زائد 2 لتر زائد 5 لتر زائد 9 لتر، شحال يساوي؟ اذا عندنا واحد لتر، واحد زائد 2 3، 3 زائد 5 8، 8 زائد 9 وهي 17، اذا 17 لتر تساوي 17 لتر. جيم، قالوا لنا نرتب الساعات من الاصغر الى الاكبر، هاد الساعات هذا نرتبهم من الاصغر للاكبر، ولكن غنخليوهم في التحويل ديالهم اللي كاين في القنينات ولا في الاواني. اذا من الاصغر للاكبر، اذا غنبداو من هنا، اصغر ساعه شنو هي؟ اصغر ساعه وهي غنشوفوها من هنا، ان واحد لتر، جوج لتر، خمسة لتر، 9 لتر. اذا واحد لتر هو 100 سنتيلتر، هو الاصغر، هذه القنينه هذه ولا الانيه، 100 سنتيلتر، 100 سنتيلتر هو الاصغر. عندنا 2 لتر، 5 لتر، 9 لتر، اذا 2 لتر وهي 20 سنتيلتر، 20 سنتيلتر وهي الاكبر من 100 سنتيلتر، عفوا ديسيلتر، 20 سنتيلتر، 20 ديسيلتر. تتبعها 5 لتر وهي 5000 مليلتر، 5000 مليلتر. عاد الساعة الأكبر وهي 9 ديال اللتر، 9 لتر. احنا رتبناهم 100 سنتيلتر هي هادي، 20 ديسيلتر 5000 مليلتر، 9 ديال اللتر، رتبناهم من الأصغر الأكبر. دال، نستنتج، ماذا نستنتج؟ نستنتج من خلال هذا السؤال هذا، قال لنا هل امتلأ البرميل بالكامل؟ شحالنا قلنا البرميل اللي غادي نخويو فيه هاد الاواني هذا شحال تيهز؟ تيهز 20 لتر، 20 لتر، ولكن هاد الاواني الاربعه فيها 17 لتر، هل سيمتلئ البرميل بالكامل ام لا؟ اذا من خلال نستنتج غادي نقولو لن يمتلئ البرميل بالكامل، تيخصو 3 لتر لان هاد الاواني تتهز 17 لتر والبرميل فيه 20 لتر، شحال خصنا من لتر باش نعمرو البرميل؟ تيخصنا 3 لتر. لن يمتلئ البرميل بالكامل، اذا نتمنى يكون واضح لكم. اذا عندنا التمرين الاول، قالوا لنا اتمموا التحويلات التاليه كما في المثال، كما في المثال عطاونا هذا المثال، قالنا 30 ديسيلتر هنا تحولت ل 3000 مليلتر، داروا 30 باش يوصلوها المليلتر، زادوا لنا جوج ديال الاصفر، حنا غنتبعوا على هذا المثال هذا. قالوا لنا 600 مليلتر، 600 مليلتر، شنو غادي نديروا؟ ناخذوا الصفر ديال المليلتر هنا الوحدات، غادي نديروا الصفر هنا والصفر وهنا 6.
شحال فيها ديسيلتر. ها هو الديسيلتر، ها الحاجز ما بين الديسيلتر والسنتيلتر، هنا نحسبه من هنا شحال فيها من ديسيلتر. فيها 6 ديال الديسيلتر، 6 من الديسيلتر. اذا نحطو 6 هنا ديسيلتر. عندنا 900 سنتيلتر، غادي ناخذ الوحدات نديوها في سنتيلتر. 0 سنتيلتر، 0 0 9 ديال اللتر. شحال فيها من اللتر؟ نحسبو من الحاجز ديال اللتر، فيها 9 لتر. ها هي عندنا 4 ديسيلتر و 9 سنتيلتر. 4 في ديسيلتر، نديرو 4 في ديسيلتر و 9 سنتيلتر. شحال فيها من مليلتر؟ ها هو المليلتر، اذا خصنا نزيدو واحد الصفر باش نوصلو للمليلتر اللي عندنا. اذا غتولي عندنا 490 490 مليلتر، 490 مليلتر، لان زدنا صفر باش وصلناها للمليلتر كما قالوا لينا هنايا. غادي نمشيو تمرين جوج. قالوا لنا الونوا بالازرق الساعات التي تساوي واحد اللتر. الساعات اللي فيها واحد اللتر غنلونوها بالازرق، وبالاحمر الساعات الاصغر من واحد اللتر، والساعات اللي صغر من اللتر غنلونهم باللون الاحمر. اذا غادي نديرو جدول، غادي نديرو نعمرو جدول التحويلات. غنبداو هنا عندنا 100 سنتيلتر، 100 سنتيلتر. اذا الصفر هنا الوحده ديالو غنديروها في السنتيلتر، وهو هذا صفر في السنتيلتر. صفر كيف ما تنشوفو شحال فيها من لتر؟ فيها واحد، ها هو واحد لتر. اذا هذه غادي نلونوها باش بالازرق. قلنا الساعات التي تساوي واحد لتر هي اللي غنلونوها باللون الازرق. هذه فيها واحد لتر، غادي نلونوها باللون الازرق. عندنا 10 ديال الديسيلتر، نديرو الوحدات في الديسيلتر، وهو صفر واحد في اللتر. تا هادي فيها واحد اللتر، تا هي غنلونوها باللون الازرق. غادي نمشيو عندنا هنا 900 مليلتر، الوحدات في المليلتر. عندنا الوحدات في المليلتر، وهو صفر صفر 9 في الديسيلتر. اذا هنا ما وصلناش للتر. اذا هذه غادي نلونوها بالاحمر، لان علاش؟ اصغر من لتر، هي اصغر من لتر، ما وصلناش للتر، اصغر من لتر. 900 مليلتر اصغر من لتر، غنلونوها باللون الاحمر. اللي صغر من لتر غنلونوه بالاحمر، واللي تساوي ماشي تكون جوج لتر، تساوي واحد لتر، غنلونوها باللون الازرق. عندنا 25 سنتيلتر، 25 سنتيلتر. 5 هي الوحدات، غادي نديروها في السنتيلتر. 5 هي الوحدات، نديروها في السنتيلتر، واثنان في الديسيلتر. هذه اصغر من لتر، حتى هي غنلونوها باللون الاحمر. هادي باينه فيها واحد لتر، اذا غنديروها باللون الازرق. اذا كما قلنا هادي باينه فيها واحد لتر، هادي ما محتاج لجدول التحويلات. غادي نمشيو لهنا ان 1000 مليلتر، 1000 مليلتر. اذا الوحدات ديالو في المليلتر، وهو المليلتر صفر 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 واحد. ها هي 1000. شحال جاتنا في اللتر؟ جاتنا واحد في اللتر. اذا هذه غنلونوها باللون الازرق. قلينا 15 ديسيلتر، الوحدات في الديسيلتر، 5 في الديسيلتر وواحد في اللتر. اذا هذه
اكبر من واحد لتر، لان فيها يتر كما تنقولوا يترو ونص فاصله، يترو ونص، حنا بغينا واحد لتر. هنا 15 ديسيلتر فايته واحد لتر، اذا هذه ما غاديش نلونوها لان اكبر من لتر. عندنا الحصه الثانيه، اطبق واتدرب تمرين 3، احول الى الوحده المطلوبه، حول الوحده المطلوبه. دائما استعنوا بالوحدات بالجدول الوحده، وحولوا الى الوحده المطلوبه. قالوا لنا 4 لتر و75 سنتيلتر، غادي نديروا 4 في اللتر، ها هي 4 في اللتر و75 سنتيلتر، الوحدات في السنتيلتر، 5 في السنتيلتر و7 تجي في الديسيلتر. شحال فيها من سنتيلتر؟ شحال فيها من سنتيلتر؟ اذا تقرا هكا هادو كامل 475 سنتيلتر، 475 سنتيلتر. عندنا 250 ديسيلتر، هو الوحدات في الديسيلتر، الوحدات في الديسيلتر، اذا عندنا 0 5 2. شحال فيها من سنتيلتر؟ حنا باش نزيدو السنتيلتر حنا واقفين عند ديسيلتر، خصنا نزيدو صفر باش نوصلو السنتيلتر، الوحده اللي طالبينها هما، هما هادي نزيدو صفر، غتولي عندنا من هنا كلها غتقرا من عند السنتيلتر 2500، 2500 سنتيلتر. عندنا 7000 مليلتر، مليلتر الوحدات صفر صفر صفر، سبعة في اللتر، إذا شحال عندنا من لتر؟ عندنا سبعة في اللتر. 53 لتر، ثلاثة ها خمسة، شحال فيها من سنتيلتر؟ غادي نمشيو بالأصفار حتى نوصلو السنتيلتر، فيها 5300، 5300 سنتيلتر. إذا عندنا تمرين 4، تمرين 4 وتميمو بكتابة الوحدة المناسبة. عندنا الوحدة هما عطاونا الأعداد ولكن حنا نديرو الوحدة، قال لنا 9 ديال الديسيلتر، غادي نديرو 9 في الديسيلتر. 40 مليلتر، الوحدات في المليلتر، و 4 أجينا في السنتيلتر، هي 94 أش. نبداوها من هنا، نقراو الوحدة ديالها، هاي 94 سنتيلتر، 94 سنتيلتر، و 940 أش من هنا، تقرا كلها 940 مليلتر ديال المليلتر. غادي نمشيو الأخرى، 3 ديال لتر، غادي نديرو 3 في لتر، و 50 سنتيلتر، 50 سنتيلتر. إذا 350 أش، تقرا من هنا 350 سنتيلتر، 53 سنتيلتر، و 35 أش من هنا ديسيلتر، 35 ديسيلتر. عندنا 6 ديال الديسيلتر، 6 ديسيلتر ها هي، و 80 مليلتر، 80 مليلتر. إذا 68 أش من هنا، 68 سنتيلتر، و 680 مليلتر، ساهل. 250 سنتيلتر، 250 سنتيلتر تساوي 25 أش، 25 ديسيلتر، و 2500، إذا 2500 أش، خصنا نكملوها 2500 حيت هي عندنا 250، كان عندنا 250 خصنا نكملوها 2500، غنزيدو الصفر
وداك الصفر فين غنزيدوه في المليلتر، اذا ولات 2500 مليلتر. كنتمنى يكون واضح. اذا هذا كل ما يخص في صفحه 105 تمرين 28 قياس الساعات. كنتمنى تكونوا استفدتوا منه، وما تنساوش دعمونا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.